تتجه الأنظار نحو النيجر، حيث يطرح سؤال حاسم: هل ستتجه الأمور نحو تصاعد الأزمة وتدخل عسكري محتمل؟ أم أن منطق الحكمة سيسود لتجلب الحلول السلمية استقراراً للبلاد وللمنطقة بأكملها؟ تحت وطأة ضغوط الساعة، تبدو الخيارات محورية في تحديد مستقبل النيجر وتأثيره على استقرار غرب إفريقيا. بجانب أهمية القدرات العسكرية للنيجر، يعزز الخط الأمني من تداعيات الأزمة، فقد تكون الحدود المشتركة بين نيجيريا والنيجر على طول 1600 كيلومتر سبباً آخر للقلق. وفي سياق هذه التحديات المعقدة، يظهر تحليل الخبراء أن خيار التدخل العسكري لمجموعة إيكواس يصبح أمراً صعباً، خاصة في ظل رفض مجلس الشيوخ النيجيري عودة الرئيس النيجيري المخلوع محمد بازوم للسلطة. تاريخ مجموعة إيكواس يشهد على تدخلها السابق لإعادة النظام الدستوري في المنطقة، لكن التحديات المحيطة بالنيجر تجعل الوضع أكثر تعقيداً. وغدا ذلك، ذكرت وكالة أشوسيت بريس أن أحد قادة الإنقلاب زار دولة مالي وأجرى اتصالات مع أحد أفراد مجموعة فاغنر الروسية، وأبلغه بحاجة قادة الإنقلاب لمساعدة هذه المجموعة العسكرية الموجودة هناك للتعامل مع التدخل العسكري المحتمل. من جهته، حذر رئيس النيجر المعزول الخميس الماضي في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مما وصفها بالعواقب المدمرة للانقلاب على العالم، معتبرا أن منطقة الساحل قد تنتقل إلى نفوذ روسيا عبر فاغنر، ودعا واشنطن والمجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده على استعادة النظام الدستوري. النيجر تعتبر أكبر دولة من حيث المساحة في غرب إفريقيا، ولها تحديات أمنية داخلية تتطلب تركيز الجيش على استقرارها. الدور الفرنسي في الأزمة يزيد من تعقيد السياق. فرنسا تعلن دعمها لجهود إيكواس لاحتواء الأزمة بالتزامن مع تهديدات بالتدخل العسكري، لكن الاعتبارات الاقتصادية والتاريخية تضيف بعداً آخر للصراع. فرنسا تعتبر أيضاً أحد أكبر المشترين لليورانيوم من النيجر، وذلك يضعها في موقف حساس بين تحقيق المصالح الاقتصادية ودعم استقرار المنطقة. والأكيد أن الأوضاع في النيجر تظل محورية الاستقرار غرب إفريقيا، حيث يتعين على الأطراف المعنية البحث عن حل سلمي يعيد الاستقرار والديمقراطية إلى البلاد. ومع تفاعل العوامل الدولية والإقليمية، تبقى الخيارات المطروحة تحدياً يتطلب تفكيراً دقيقاً وتوازناً استراتيجياً لتجنب تصاعد التوترات والصراعات الإقليمية. فهل يمكن للنيجر والمجتمع الدولي إيجاد سبل لحل سلمي يعيد الاستقرار والديمقراطية إلى البلاد مع مواجهة تحديات الخيارات السياسية والعسكرية؟ وكيف سيتأثر دور فرنسا في هذا السياق الحساس؟ يبقى السؤال مفتوحاً في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.